خلونا نستقبل اتصال هاتفي من استشاري تكنولوجيا المعلومات المهندس محمد سعيد. اهلا بحضرتك وصباحك صباح الورد. اهلا، صباح الخير وصباح الورد. يعني عايزين برضو يعني خلينا نقول انه الكورونا زي ما حضرتك عارف فرضت علينا انه من باب الالتزام بالاجراءات الاحترازيه ان احنا معظم حاجاتنا ان ما كانتش كلها بنطلبها اونلاين، فعايزين نعرف هل في رقابه على التسوق اونلاين، وخصوصا ان بعد ما استعرضنا العيوب اللي تعرضت لها الناس؟ يعني في الحقيقة هي الكورونا أجبرتنا في الآخر إن إحنا نتوافق مع تطور الزمن ونلحق بركب التجارة الإلكترونية، لكن التجارة الإلكترونية كانت المفروض إن هي يعني تاخد وضعها أكتر بكتير من قبل كده. إحنا في مصر دولة فيها أكتر من 100 مليون شخص عايش، فبالتالي هي سوق كبير وهي فرصة لعمليات التجارة بشكل كبير جدا، فالتجارة الإلكترونية ليها مستقبل كبير في مصر. صحيح احنا يعني اضطرينا في الآخر ان احنا ندخل مع يعني نلحق بركب التجارة الإلكترونية مع الكورونا، لكن لسه في فرصة كبيرة ان احنا يبقى لنا مستقبل كبير في التجارة الإلكترونية. وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار لنقطة مهمة جدا وهي إنشاء منصة تجارة إلكترونية على مستوى أفريقيا ويكون مقرها مصر. ده بيلفت نظرنا لبعد تاني خالص من التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية بغض النظر عن كل المزايا اللي حضراتكم أشرتوا ليها والضيوفكم أشاروا ليها، لكنها كمان على المستوى الاقتصادي بتفتح أسواق كتيرة صعب جدا إن أو يعني بتاخد مجهود كبير وتكلفة كبيرة عشان أفتحها على أرض الواقع. يعني أنا أقدر أبيع المنتج بتاعي في أسواق ما كنتش أحلم إني أقدر أوصلها، لكن بقى سهل إني أقدر أوصلها عبر التجارة الإلكترونية. ده على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى التجارة. على مستوى الأفراد طبعا كل الحاجات اللي حضراتكم أشرتوا ليها واللي أشار ليها ضيوفكم كلها مهمة وكلها مفيدة. نمرة واحد إن في كفاءة كبيرة في مقارنة مواصفات المنتجات، إني بشوف أكتر من مهندس محمد. معلش انا عايزه اعرف لو انا بطلب حاجات من بره فعقبال ما بتجيلي بيبقى عليها جمارك كتيره فبدفع طبعا اضعاف ثمنها، فانا عايزه اعرف ده ايه سببه وليه. ده بعيد تماما عن التجاره الالكترونيه، والقيود على حركه التجاره دي يعني ليها اسباب تانية وهي محاوله حمايه المنتج المحلي. يعني مثلا في دول زي مصر عندها عجز في الميزان التجاري، فبتحاول ان هي تحد من التسرب اللي بيخرج من البلد من النقد الاجنبي مقابل الواردات، في مقابل ان هي تشجع الصادرات. فدي يعني قيود او تكاليف بعيدة عن التجارة الإلكترونية. بالعكس التجارة الإلكترونية بتحاول ان هي تتجاوز كل هذه القيود نتيجة ان هي ما عندهاش حدود. طيب الوقت طيب يعني باشمهندس احنا نتعامل ازاي؟ يعني انا بشوف من وجهة نظري انه وحضرتك تصحح لي طبعا، انه لما صفحة بتبيع بضاعة معينة ايا كانت سواء لبس او اجهزة إلكترونية او غيرها، وبص الاقي الصوره حاجه واللي وصل لي في البيت حاجه تانية، ده نوع من انواع الغش التجاري ولا راي حضرتك ايه؟ وازاي انا كفرد اتصرف يعني في الحاجات اللي هي دي تو دي، يعني الحاجات اليوميه اللي انا بستهلكها وبطلبها اونلاين؟ يعني لو اتضحك عليا يعني احنا عندنا مشكلتين واضحين جدا في التجاره الالكترونيه، حضرتكم اشرتوا لواحده منهم مهمة وهي جودة المنتج والالتزام بالمواصفات اللي موجودة على الصفحة. عندنا حاجة كذا حاجة محتاجين ان احنا نلتزم بيهم عشان نتأكد ان احنا لا نقع ضحية لهذه الحاجة. اول حاجة ان المنتج يكون معروف بالنسبة لي، يعني يكون مش براند مجهول، فبالتالي على الاقل بضمن حد ادنى من الجودة مرتبطة بالبراند اللي انا عارفه. ما بقولش البراندات اللي هي اللكجري او اني ادفع فلوس كتير في مقابل اسم مالوش، لا انا بتكلم عن مواصفات فنيه. الحاجه الثانيه ودي من اكتر الحاجات اللي بتميز التجاره الالكترونيه وبتخليها تبقى مفيده للمشتري، التقييمات. كل بائع الكتروني
هتلاقي فيه تعليقات من المشترين، وفي درجات وفي شرح لكل واحد بيشرح تجربته. لو انا عندي تاجر الكتروني ما عندوش تقييمات واضحه بدرجه كبيره تضمن لي ان دي ما هياش مصطنعه، يعني ما يكونش تقييم او اتنين او ثلاثه، يعني انا لما بسافر فندق مثلا في دوله تانية لما بخش الاقي الفندق ده عليه 10 15 تقييم، ده ما بيكونش في اعتباراتي. لكن لما بلاقي عليه الاف التقييمات بحطها في اعتباري، وبالتالي بضمن حد ادنى من الجوده بناء على تجربه الناس الكتير اللي جربوا هذا المنتج. وبالمبدا المصري المعروف اسال مجرب، فلما يكون عندك الاف المجربين. وصلت الرساله ووصلت الفكره يا فندم، وانا بشكرك استاذ محمد سعيد، المهندس محمد سعيد، خبير تكنولوجيا المعلومات.